السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام، نزور عند طلب مجموعة من الإخوان أن نتكلم حول الديداكتيك، والذي يجد فيه مجموعة من المترشحين بعض الصعوبات، خصوصا المترشحين الذين سوف يجتازون إن شاء الله المباراة لأول مرة، واللي ما عندهمش تكوين بعد سواء في مدارس خاصة ولا تكوين حول موضوع ديداكتيك. نحاول نقدم لكم بعض المصطلحات البسيطة وبعض واحد الفكرة بسيطة حول الديداكتيك، وشنو هي الأشياء اللي خاصة نراجعها في الديداكتيك. عموما الديداكتيك هو شق من البيداغوجية. إذا كانت البيداغوجية كتتكلم على ما هو نظري، فالديداكتيك هو علم التدريس، يعني هو الشق التطبيقي، كيتكلم لنا على طريقة ديال التدريس. ديداكتيك كنقسم الى قسمين، ديداكتيك عام. ديداكتيك العام هو اللي كتكون المبادئ ديالو والنتائج ديالو مطبقه على مجموعه من المواد الدراسيه. وكاين ديداكتيك الخاص. ديداكتيك الخاص هو اللي كيختص بديداكتيك تدريس ماده معينه، مثلا ديداكتيك الرياضيات، ديداكتيك النشاط العلمي، ديداكتيك اللغه العربيه. بالنسبه لديداكتيك، شنو خاصنا نراجع فيه؟ خاصني نراجع اولا التخطيط. التخطيط كنقصدو به التخطيط ديال الدروس ديالنا. كاين ثلاث انواع تاع التخطيط. كاين التخطيط طويل المدى اللي هو التوزيع السنوي تاع الدروس ديالنا. كاين التخطيط متوسط المدى اللي هو يقدر يكون توزيع شهري، يعني مثلا الدروس اللي غنخدم في هذا الشهر هذا اكتوبر ولا نوفمبر مثلا. كاين التخطيط اللي هو قصير المدى، يقدر يكون اسبوعي ولا جدادة، يعني ديال درس واحد، الدرس اللي غادي نخدم اليوم مثلا كونجيغيزون لا غرامير، ها هي الخطط ديالو، ها هي الجدادة ديالو، المراحل اللي غنتبعهم باش نخدم هذا الدرس. اذا قلنا في ديداكتيك نتعرفوا على التخطيط، نتعرفوا ايضا على من بعد التخطيط كيجي التدبير ديال الدروس ديالنا، نتعرفوا على المراحل تاع الدروس، مراحل تاع كل مادة. مثلا اللغة العربية كاين مراحل مشتركة بين الإملاء والصرف والتحويل والتراكيب، خاصني نتعرف هاد المراحل هادو ونعقل عليهم. مثلا في أي درس من التراكيب ولا الصرف كتكون واحد المرحلة ديال الانطلاق، نقدروا نديرو فيها تذكير بالدرس السابق عبر تمارين على السبورة، مدة تاعها كتكون قصيرة تقريبا 5 دقائق. من بعد الانطلاق كتكون كندخلوا الدرس تاعنا عبر واحد النص ديال الانطلاق كنكتبوه في السبورة، كيكون هو الوضعية ديال الانطلاق ديالنا، كنكتبوه في السبورة كيقراوه التلاميذ. هذا النص كيتضمن الظاهرة اللي غنقراو للتلاميذ. ملي كنكتبوه في السبورة كيقراوه التلاميذ وكيفهموه، كنطرحوا عليه أسئلة. من بعد كتجي المرحلة تاع استخراج الظاهرة من النص وتحليلها واكتشافها ثم استنتاج القاعدة من بعد. يعني قلنا من أننا ملي كنديرو النص السبورة كنديرو المرحلة الموالية هي الملاحظة والاكتشاف، ثم من بعد الملاحظة والاكتشاف كنستنتجو القاعدة عبر أسئلة يطرحها الأستاذ على المتعلم لاستخراج القاعدة. من بعد الاستنتاج كنكتبوا الاستنتاج على السبورة، يعني هالخلاصة اللي استخلصناها من هذا الدرس. كيجي من بعد التطبيق، يقدر يكون مثلا على الألواح بحال في كونجيغيزون غرامير ولا رياضيات ولا حتى التراكيب والصرف والتحويل الإملاء. ممكن من بعد التطبيق كنديروا التصحيح، ونقدروا نديروا الدعم لبعض التلاميذ اللي عندهم تعثرات. يعني كما قلنا بأن هذه المراحل نقدروا نطبقوهم في الصرف والتحويل، التراكيب والإملاء، وضعية الانطلاق، من بعد وضعية الانطلاق التحليل والاكتشاف ديال النص اللي عندنا كنحلوه ونكتشفوا الظاهرة. من بعد كيجي استنتاج، كنستنتجو الظاهرة اللي عندنا، ومن بعد كنديرو واحد التطبيق ودعم لهذه الظاهرة. اذا شفنا التخطيط، شفنا التدبير ديال الدرس ديالنا، عطينا مثال. نفس الشيء في الفرنسية، ديما كتكون واحد غابيل للدرس السابق، من بعد غابيل تكون عندنا واحد ديكوفيرت للنص
عفوا الدرس الجديد نفس الشيء، كيكون عندنا واحد الجملة ولا جوج ولا نص كنكتبوه في السبورة، كيقراه التلاميذ، كيندرو عليه أسئلة الاستفهام، من بعد كنديرو استخراج حتى هو ديك الظاهرة اللي كنقريوه، وكنديرو عليه اونترينمون، ومن بعد كنديرو يعني جوغوتيان، وبيان كنستخرجو ديك غومارك اللي عندنا من هاد النص هذا. من بعد التدبير ديال الدرس كيجي التقويم والدعم، يعني تعرفنا على التخطيط، تعرفنا على التدبير ديال الدرس ديالنا، كيجي التخطيط، عفوا كيجي الدعم، التقويم والدعم. التقويم كاين انواع تاع التقويم، كما شفنا التخطيط انواع، كاين التقويم حتى هو انواع، كاين تقويم تشخيصي، كاين تقويم تكويني، كاين تقويم اجهادي او اجمالي. التقويم التشخيصي يقدر يكون في بداية السنة، كنشوفوا مثلا التلاميذ اش قراو السنة اللي فات، واش اكتسبوا ديك الموارد تاع السنة اللي فات ولا عندهم مشاكل في أول السنة. من بعد واللي يقدر يكون تقويم تشخيصي في بداية تكون الدرس، نديروه كتذكير للدرس السابق وكنبنيو عليه الدرس الجديد. وكاين التقويم الإجمالي اللي يقدر يكون في آخر السنة ولا نهائي، يعني في آخر السنة. إذا شفنا التقويم، من بعد كيجي الدعم. الدعم واحد كان مشكلة في التعليم ديالنا هو الدعم مكانتش تعطي ديك الأهمية ديالو، لكن في الآونة الأخيرة والإصلاحات الأخيرة بدأت الدعم يعتبر واحد الركيزة أساسية في بناء التعلمات، يعني ولينا كنعطيه واحد الأهمية كبيرة للدعم. ولهذا كاين مجموعة من الأنشطة الداعمة والطرق ديال دعم المتعلمين خصنا نبحثوا عليها ونتعرفوا عليهم، كيفاش ندعموا هذا المتعلم، اشنا هي الانشطه اللي خصنا نستعملوها في دعم المتعلم، اشنا هي البيداغوجيات اللي نستعملوها في الدعم ديالنا، يعني باش هذا الدعم هذا يخرج عليك الروتين ديال الدرس. اذا كان التلميذ مثلا ما فهمش الدرس بهذه الطريقه، يعني ما يمكنش في الدعم نعاود الدرس مثلا بنفس الطريقه، نحاول نبحث على شي وسائل ديداكتيكيه ولا شي حوايج جداد ولا طرق جديده باش ندير نوصل هذا الدعم للمتعلم. اذا هذا هو الديداكتيك، واحد الصوره صغيره يعني اش خاص نراجع في الديداكتيك. قلنا التخطيط والتدبير والتقويم والدعم. الفيديو الموالي ان شاء الله راح نحاولوا نتكلموا على ديداكتيك النشاط العلمي والرياضيات، وشكرا على التواصل ديالكم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.